يعني خليني اللي عندك وبعدين نجي للمرجعات الثانية. فالقصد هي انها لا معلش يعني لابد نؤكد التالي، السلسلة الرقابية لا يمكن تقوم فيها السلسلة الرقابية فلابد كل الجهات تأخذ الأدوار عشان ننجح. قبل شوي قلت ان البداية تكون اني انا اروح للمصنع نفسه وبلد المنشأ انه ما يجيني شيء، يعني حاول انه ما يجيني شيء منه. صحيح. الصين قبل شوي تقول هي الدولة رقم واحد اللي يجينا منها بضائع ما هي مطابقة للمواصفات. انتوا جلستوا مع الصينيين. نعم. كان في كلام على قوائم سوداء المفروض تكون موجودة. نعم. هذه ما فعلت. لا هذه بدأ تفعيلها في السنة الماضية من وزارة التجارة. الآن وهذه نتيجة الاجتماع هذا. في الحقيقة هو تفعيل العمل، كانت أحد النقاط الموضوعة في الاجتماع النقاش مع الصينيين تفعيل العمل بالقوائم السوداء. أي منتج وجدناه مصدره الصين وكان غير مطابق يجب أن نرسل لهم، وطبعا ترسل وزارة التجارة اللي هي المعنية عن هذا الملف، وهي قائمة سوداء يعاقب المصنع ويضبط ويعني تتخذ الإجراءات. حتى شهادات المطابقة في مشكلة، حتى بشهادات المطابقة أنتم شهادات المطابقة تطلب من المصنع نفسه يعطيك شهادة المطابقة، أكيد بيقول لك شهادة المطابقة. لا شهادة المطابقة ما تطلب من المصنع، شهادات المطابقة تطلب من شركات طرف ثالث. شركات الطرف الثالث تدقق على تطلبونها إلا في عالة المخاطر العادية، أنتم ما تطلبونها. لا لذلك يمكن أشرح أجل مرة ثانية منهجية سلامة المنتجات. كل منتج يدخل باللوائح الفنية عن شهادة المطابقة. إيه كل منتج يدخل باللوائح الفنية لازم يكون مع شهادة مطابقة وشهادة عالي المخاطر وغير عالي المخاطر. كل منتج دخل باللوائح الفنية، لذلك إحنا نأخذ اللوائح الفنية تباعا حتى نغطي كل المنتجات. شهادة المطابقة اليوم هل هي كل القطع اللي تجينا فيها شهادة مطابقة من طرف ثالث معتمدها أنت؟ كل القطع التي دخلت في اللوائح الفنية، طيب، واللائحة الفنية نصت أنه يكون هذا المنتج، طبعا مثل ما ذكرنا منتج اللي يجب أن يحصل علامة الجودة له مستوى مطابقة أعلى. هذا تخلينا من عندنا نتكلم، لكن كلها يطلب منها شهادات مطابقة عشان تتحقق من مطابقتها، وطبعا في اختبارات وإلى آخره. فإذا غطينا كل اللوائح الفنية وغطينا أكبر عدد المنتجات سنحقق السلام المطلوبة. طبعا سيبقى في بعض الفئات من المنتجات التي سنعتمد فيها على إفصاح ما أعرف. أنا اللي فهمته من خلال البحث أنه عندنا مشكلتين في شهادة المطابقة. الأولى أنه مو بالطرف الثالث أنت معتمده ياخذ شهادة المطابقة، المصنع نفسه يقول لك أنا والله هاي شهادة مطابقة أنا مطابق المقاييس. المشكلة الثانية أنه ما هي كل المنتجات أنت تطلب شهادة المطابقة، تطلب الشيء الخطير اللي أنت مركز عليه اللي ضمن اللوائح، الباقي تقول لا ابن الحلال ماشي. لا اللوائح الفنية تدرج، احنا اليوم وصلنا 33 لائحة وانا بنوصل إلى 40 لائحة مع نهاية 2020 ثم سنكمل الطريق. مرة أخرى عشان نضبط السوق لازم نركز. لذلك كل المنتجات متى السنة اللي تقول أنا إجراءاتي بتخلص وبصير أنا ضابط كل المنتجات؟ احنا نهاية 2020 نستهدف اننا نحقق مؤشر مطابقة مستوى 80%، واستراتيجيتنا الثانية اللي تنتهي ب 2025 نستهدف اكثر من 90%. فالتدرج في اللوائح الفنية والتدرج في جمع المنتجات وضبط سلسلة الامداد هذا يعني هو الان اللي نشتغل عليه بكفاءة مع كل الاطراف ونركز عليه، لانه ما ليس من لن ننجح اذا كانت جهة واحدة فقط. طيب الآن في الصين، الصين الحين عندهم بضاعة مرتبة وعندهم بضاعة تعبانة. صحيح. ليه حنا البلد اللي يجينا الأسوأ ليه؟ طبعا مشكلة الوضع الصينية ترى حتى أمريكا تعاني منها، وزارنا وفد أمريكا، لذلك احنا الآن بدأنا نفعل نظام تسجيل المنتجات اللي هو سابر، يمكن نتحدث عنه. الآن أي منتج يجي من برا يجب أن يسجل. الآن بالتسجيل نستطيع أن نحكم على هالمنتج وجودة المنتج وأنه صادر من مصنع يخضع للرقابة، لأنه قد يأتي في السابق بعض المنتجات هي عبارة عن شراء من الأسواق الصينية. لا احنا نبغى المنتج يكون مصدره مصنع يخضع لرقابة الحكومة الصينية وغيرها من أيضا دول أخرى. نفس الشيء يعني القلق يجي دائما من المناطق الحرة حول العالم. هل القلق مشروع عند المستهلك من المناطق الحرة حول العالم؟ المناطق الحرة هي مصادر قلق ليست فقط عند المستهلك، ويعني ووجهة نظر المستهلك في هذا وجهة نظر يعني مقدرة. صحيح المناطق الحرة مصدر قلق لكل الجهات الرقابية. ليش؟ لأنها منطقة حرة لتبادل البضائع تكون غالبا خارج بلد المنشأ، فبالتالي هي فرصة أو قد يكون فيها ثغرة
انه ضعف النفوس يعني يعملون منها في انهم تصدير منتجات غير مطابقه. لذلك الان في المنظومه الرقابيه في نظام سابر الجديد بدانا نركز على هالمناطق الحره ومصدر هالمنتجات هذه ونشدد الرقابه، مو بس احنا طبعا، احنا نتكلم عن الوثائق، الاهم ايضا المنافذ واغلاق الثغرات هذه اذا وجدت من البضائع اللي تاتي عبر المنافذ. يعني الان مع تطور المنتجات الان الاليه النظام اللي انت قاعد تقول انه بيصير يبيفي بالغرض. انا متفائل باذن الله تعالى انه سيحقق يعني 80% من اهدافنا اللي احنا نستهدفها. لكن بالتاكيد سيكون عندنا يعني تغذيه راجعه نستفيد منها، ثم نعالج من التغذيه نعالج اي ثغرات ونحسن النموذج. لكن النموذج اللي وضعناه في الحقيقه شارك في اعداده خبراء من خارج المملكه من 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 اوروبا والى اخره، ومتخصصين في سلامه المنتجات. وفي الحقيقه كلهم يحكمون على انه فعلا هذا النموذج سيكون هو الامثل، وحتى البنك الدولي قيم هذا النموذج وهو الامثل والاكثر كفاءه في محاربه المنتجات الرديئه.